من أجل القضاء على التصحر وزيادة النمو المناخي الزراعي في المدينة، نظم عدد من طلبة كلية الإمام الأعظم بمدينة سامراء حملة لتشجير المدينة وزراعة أكبر عدد من الأشجار داخل الجزرات الوسطية في شوارع القضاء. تحت شعار من أجل سامراء أجمل، قامت كلية الإمام الأعظم في سامراء بكوادرها العلمية والإدارية ومجموعة كبيرة من الطلبة بحملة تشجير في مدينة سامراء في الجزرات الوسطية. شملت هذه الحملة العديد من شوارع سامراء، وهذه الحملة تعتبر من ضمن الخدمة المجتمعية في مدينة سامراء. هذه بادرة جيدة في اندماج الكوادر التعليمية والطلبة في المجتمع. حملة التشجير تأتي ضمن مبادرات أطلقها عدد من الأساتذة الجامعيين والرامية للقضاء على التصحر والتغيير المناخي في المدينة، مما دفع طلبة الجامعات والنشطاء إلى إطلاق حملة لزراعة الأشجار في المدينة. تأتي هذه الحملة التطوعية لكلية الإمام الأعظم كونها إحدى تشكيلات المحافظة المهمة بكوادرها العلمية والإدارية والطلابية تحت شعار من أجل سامراء أجمل وأبهى في حملة تشجير المناطق والجزرات الوسطية الصحراوية تخفيفا من تلوثات التي تحصل في البيئة نتيجة الغبار وإثارته. فعملت كلية الإمام الأعظم بتوجيهات مباشرة من السيد العميد على أداء هذه الخدمة المجتمعية في مدينة سامراء، ونأمل إن شاء الله المشاركة في مشاريع قابلة تخدم المجتمع السامرائي على وجه التحديد والمجتمع العراقي على وجه العام. وشهدت الآونة الأخيرة تغيرات كبيرة في جنس الأرض من الزراعة إلى السكنية داخل الأحياء، مما جعل المدينة عرضة للتغييرات المناخية والقضاء على الزراعة. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.